بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي وللكافرين
يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا الرسول وتناجوا بالإثم
ألم تر إلى الذين
تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله
الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.